لدى تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بوضع حجر الأساس لمبنى جديد لمطار البحرين الدولي يستوعب 14 مليون مسافر سنويا بكلفة 1.1 بليون دولار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ الطيران المدني في مملكة البحرين، وهو واحد من مشاريع تنموية كبرى سوف تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار لدفع جهود التنمية الاقتصادية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولتعزيز مكانة البحرين اقتصاديا وسياحيا وزيادة قدرتها التنافسية كمركز متميز للخدمات اللوجستية في المنطقة. وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا نواجه التحديات الاقتصادية بمزيد من المشاريع التنموية التي تحرك الاقتصاد وتنشطه وتنعكس إيجابيا على تعزيز قدراتنا لرفض الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، فالحكومة لا تعرف التقاعس أبدا ولا يحد طموحها أي تحد يبطئ توجهها في تنفيذ أولوياتها التي محورها المواطن. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. قد تفضل فشمل برعايته الكريمة حفل تدشين مشروع تطوير مطار البحرين الدولي. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تدشين مشروع تطوير المطار يجيء نتاج تعاون وتكامل خليجي بين الأشقاء يعكس جانبا منه برنامج الدعم الخليجي، منوها سموه بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في دعم الجهود الحكومية التي تعزز من قدرة البحرين وعزمها على المضي قدما في تنفيذ المشروعات التطويرية، ومنها تلك التي تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة وتهيئتها بالشكل الذي يزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويلبي زيادة حركة المسافرين وتدفق البضائع. مؤكدا سموه أن مسيرة التطوير والبناء مستمرة في جميع القطاعات لا سيما في مجال البنية التحتية، وأن جميع الطاقات موجهة إلى كل ما يسهم في رفض الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين. وقال سموه إن مشروع تطوير مطار البحرين الدولي يخدم توجهات المملكة في التركيز على جذب وتنشيط حركة السياحة والسفر إلى جانب المملكة كوجهة سياحية مفضلة ونقطة التقاء استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والدولية. We'll be right back.
يشرفني يا صاحب السمو في هذه الأيام السعيدة التي نحتفل فيها بمناسبة عزيزة علينا جميعا، وهي ذكرى ميثاق العمل الوطني، بأن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سموكم الكريم، وإلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد ولشعب البحرين كافة. أرفع أجمل آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية، ويزيدني شرفا أن أرحب بسموكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك الذي نحتفل فيه بالترشين الرسمي لبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي. وتشريفكم لنا بحضوركم الكريم يعتبر مصدر فخر لنا ولجميع العاملين في قطاع المواصلات. وخلال حفل الترشين تم عرض مادة تلميذية وثائقية أتاحت الفرصة للتعرف على تاريخ الطيران في مملكة البحرين وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى الإنجازات التي شهدتها البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، في شتى المجالات مما يساعد على بناء الاقتصاد القوي وزيادة الناتج المحلي والتنمية المستدامة. كما تم توفير صلاة خاصة لإنهاء إجراءات المغادرة لمسافر الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال قبل دخولهم إلى منطقة السوق الحرة. وسيتمكن المسافرون من الوصول بسهولة إلى بوابات السفر والصعود للطائرات عبر منطقة المغادرة، والتي ستضم منافذ بيع الأطعمة قبل دخولهم للطائرة. وقد تم تصميم التجربة بأكملها من أجل توفير أقصى قدر من الراحة والرفاهية للمسافرين. بعدها قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمعرض الصور، واطلع سموهما على النموذج الهندسي لمطار البحرين الدولي.
بالأمس بزغت ثم استقرت ورست واليوم دشنت فكرة توسعة مطار البحرين. يدشن مشروعها اليوم في حفل حرص على عدم تفويته رجالات الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال وسط اهتمام إعلامي. تدشين اليوم يعد ولادة لحزمة الاتفاقات التي وقعت في معرض البحرين الدولي للطيران قبل نحو شهر، ويعد الأكبر في قطاع الطيران منذ أكثر من 20 عاما. ما في شك أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية لمملكة البحرين. المطار عبارة عن بنية تحتية ضرورية لنمو كافة القطاعات الأخرى وهو بوابة البحرين. جميع الزوار وجميع المستثمرين أول ما يجون يشوفون مطار البحرين لابد أن يكون عندنا مطار نفتخر فيه جميعا في البحرين. المطار الحالي القدرة الاستيعابية 4 مليون، وصلنا 8، فلابد أن من بناء مبنى مسافرين جديد بيكون طاقة الاستيعابية تقريبا 14 مليون مسافر سنويا. وإن شاء الله الحمد لله أن احنا تأكدنا أنه مصمم على أحدث تطورات تكنولوجية والمواصفات العالمية. إن شاء الله يكون مطار فريندلي مثل ما يقولون، الكل في البحرين يقدر أنه يستمتع في سفرة سواء كان مسافر ولا راد البحرين، والبحرينيين يفتخرون فيه هم شيء. تطوير المطار سيكون على مساحة تزيد على 200,000 متر مربع ليستوعب 14 مليون مسافر سنويا، ما يعني نشاطا تجاريا وسياحيا أكبر، وبالتالي انتعاش معدل النمو الاقتصادي أكثر فأكثر. المطار يعني بيكون في طاقة استيعابية أكبر، نأمل أن بوجود هذا المطار الحديث والطاقة الاستيعابية أن احنا نستقطب خطوط جديدة ونستقطب وجهات جديدة أيضا، سواء عن طريق الناقل الوطني طيران الخليج أو شركات طيران التجارية أو حتى ما يعرف بالشارترد فلايتس اللي هي الباكج تورز. يعني بدون شك هذه حدث مهم وبيساعد على توسعة الاقتصاد وعلى نمو الاقتصاد، وهي من ضمن المشاريع اللي دائما نذكرها 30 مليار، فهذه تقريبا يعني مليار من هالثلاثين بيساعد أيضا على النشاط الاقتصادي في قبل ما يبتدأ المطار من ناحية الصرف على الإنشاء. بهذا المشروع فليفخر المواطنون، هذا ما رددته ألسنة المتواجدين في المعرض المصاحب بعد أن اطلعوا على تصاميم المشروع العصرية الحديثة المصممة وفق المعايير الدولية، وأكدوا أيضا قدرته على خلق المنافسة واستقطاب الأعمال نظرا لمواصفاته العالمية. البحرين حلقة وصل الشرق بالغرب والبوابة المثلى لدخول السوق الخليجية الضخمة، ها هي اليوم تدشن مشروع مطارها الجديد من أجل أن تحافظ على هذا الموقع الاستراتيجي ودعما لنموها الاقتصادي. بسام البدوي، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.